أهلا بكم. المنتخب المغربي يواجه نظيره الزامبي في 7 يونيو المقبل على أرضية الملعب الكبير في أكادير، على أن يواجه منتخب الكونغو برازافيل في 11 من ذات الشهر في كينشاسا برسم تصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. الزمالك المصري يعود إلى القاهرة تأهبا لملاقاة نهضة بركان الأحد المقبل لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. هشام مدقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يؤكد عزم هذا الأخير على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم أوزبكستان. برشلونة الإسباني يفوز على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة ويعود إلى وصفة الترتيب العام للليغا. لاعبو باريس سان جيرمان يهيمنون على معظم جوائز النسخة 32 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الفرنسي. الروسي دانييل ميدفيديف يتأهل إلى الدور 16 من بطولة روما المفتوحة للتنس بعد الفوز على الصربي حمدو ميدجوفيديتش.